قال رحمه الله تعالى: الكبير العظيم، وهو الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. قال تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان، أحدهما يرجع إلى صفاته وأن له جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. ومن عظمته أن السماوات والأرض جميعها كخردلة في كف الرحمن، كما قال ذلك ابن عباس. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فله تعالى العظمة والكبرياء الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما. النوع الثاني أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والخوف منه وإعمال اللسان بذكره والثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن تعظيمه أنه يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره وما شرعه وحكم به، وأن لا يعترض على شيء من مخلوقاته أو على شيء من شرعه. ومن تعظيمه تعظيم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال. والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره، ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في افتتاحها وتنقلاتها، ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال رحمه الله: الكبير العظيم. هذان اسمان عظيمان لله سبحانه وتعالى دالان على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالكبرياء والعظمة، مثل ما عبر الشيخ رحمه الله بقوله: الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. والنعت هو الوصف، لكن هذا من التنويع في العبارة. فهذان الاسمان فيهما إثبات الكبرياء لله والعظمة. الكبرياء لله أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال الذي لا أكبر منه، الذي له الكبرياء جل وعلا. ولهذا في المسند وغيره في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم إلى الإسلام قال له: يا عدي، ما يفرك؟ يعني ما الذي يجعلك تفر من هذا الدين لا تقبل عليه؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل من إله غير الله؟ ثم قال له: يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فهذا فيه أن اسم الله الكبير دال على كبرياء الله، وأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأنه لا أكبر منه، وأن له سبحانه وتعالى الكبرياء.
قول الله أكبر ذكر حبيب إلى الكبير سبحانه وتعالى، حبيب إلى الله جل وعلا. أحب الكلمات إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكبروه وأن يعتقدوا كبرياءه وعظمته وأنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه، يحب ذلك جل وعلا. فمن الكلمات الحبيبة إلى الله التي أحب الكلام إليه كلمة الله أكبر. الله أكبر أي الذي لا أكبر منه. وهذه الكلمة مثل ما أشار المصنف رحمه الله في آخر حديثه، شرعت التكبيرات في الصلاة التي أعظم العبادات الدينية وأجلها افتتاحا، وفي التنقل من كل سعيرة من كل ركن إلى في الانتقال من ركن إلى ركن. وهذا يدل على مكانة التكبير وعظمته. ولو تتأمل في الصلاة المفروضة فقط كم مرة في اليوم والليلة تقول الله أكبر، تجد عدد إذا جمعت إليها النوافل، إذا ما جمعت إليها الأذان والترداد مع المؤذن. فالتكبير يصاحب المسلم مصاحبة عجيبة في أيامه ولياليه، وهذا يدل على مكانة التكبير ومكانة اعتقاد أنه لا أكبر من الله. ولما يقف المصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى لأداء هذه الفريضة ثم يفتتحها بقوله الله أكبر، قد يكون في القلب تعلقات كبيرة جدا، كبيرة من أمور الدنيا شغلت قلبه وكبرت في نفسه وعظمت. فإذا قال من قلب الله أكبر كل الأشياء الكبيرة تسقط، ولا يكون في قلبه إلا تعظيم العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فيقبل على هذه الصلاة مكبرا ربه ومعظما خالقه ومولاه. وهذا التكبير يصاحب المسلم في هذه الصلوات الخمس، ويصاحبه أيضا في فرائض الإسلام الأخرى، مثلا الصيام. قال الله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة، نعم، ولتكبروا الله على ما هداكم. في تمام الصيام شرع التكبير والإكثار من تكبير الله، كما أنه شرع في الحج، شرع في الحج والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا الله، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرها لكم، لأي شيء؟ نعم، لتكبروا الله. فالتكبير أيضا في فريضة الحج يصاحب المسلم، بل هو يصاحب المسلم مصاحبة يومية، في صاحبه مصاحبة يومية في أذكاره التي يقبل على الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا يجب أن يعتقد المسلم أنه عندما يقول الله أكبر ليست هذه مجرد كلمة فقط يقولها، ليست مجرد كلمة يقولها، بل كلمة تحمل معنى من أشرف المعاني وأعظمها، وهو أن يعتقد قائل الله أكبر أن ربه لا أكبر منه، وأن الكبرياء كله لله والتعظيم كله لله سبحانه وتعالى. ولهذا من يقول الله أكبر صادقا لا يمكن أن يتكبر، لا يمكن أن يتكبر. من يقول الله أكبر صادقا لا يمكن أن يتكبر، إذا تكبر هذا خلل في تكبيره لله، لأن التكبير لله والعظمة لله، الكبرياء لله. فالذي يتكبر على عباد الله ويتعالى عنده خلل في هذه العقيدة، في عقيدة الله أكبر، أنه لا أكبر من الله، وأن الكبرياء لله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا أورد المصنف هذا الحديث القدسي العظيم المتعلق بهذين الاسمين الكبير والعظيم، قال الله الكبرياء ردائي،
والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، من نازعني شيئا منهما عذبته، أي أن هذا موجب سخط الله وعذابه وعقابه. قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. والرداء كما هو معلوم أشرف من الإزار وأعلى شأنا، ولهذا التكبير أمره أعظم من التعظيم، بل هو يتضمن التعظيم وزيادة، بل هو يتضمن التعظيم وزيادة، فالتكبير أعظم. ولهذا لا يعوض عن هذه الكلمة ما يقاربها من الكلمات. فلو أن رجلا افتتح صلاته بالله أعظم أو الله أجل لا يصح، لا يصح إلا بهذه الكلمة الله أكبر، لأن هذه الكلمة تحمل معاني عظيمة جليلة من إثبات كبرياء الله وعظمته، وأنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه جل في علاه. قال رحمه الله: ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان، أحدهما يرجع إلى الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا له جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد، هذا كله من عظمة الله، من عظمة الله. ولهذا العظمة والكبرياء للصفات كلها، العظمة والكبرياء للصفات كلها، فصفات الله كلها عظيمة كلها كبيرة سبحانه وتعالى. قال الشيخ: ومن عظمته أن السماوات والأرض جميعها كخردلة في كف الرحمن، وهذه اللفظة جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما خرجه عن ابن جرير الطبري. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه. إذا أراد أن يتأمل المرء ويزداد في التفقه في الله أكبر وكبرياء الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا أكبر منه، يتأمل في هذا الكون، يتأمل في هذا الكون. الآن لما يقف الرجل عند جبل كبير جدا يشده كبر هذا الجبل، ويأخذ ينظر في أطراف الجبل وهذا الكبر، لما ينظر إلى هذا الجبل مقارنة بالشجرة التي هو واقف عندها لا يرى الشجرة شيء، يرى الجبل هذا هو أكبر ما يكون، لكن لو قارن هذا الجبل بالأرض كلها يجد الجبل هذا صغير جدا، الذي كان يراه قبل قليل من أكبر ما يكون يراه صغير جدا إذا قارنه بالأرض مترامية الأطراف. فإذا قارن الأرض بالسماوات التي أحاطت بالأرض يجد أن الأرض صغيرة جدا، فإذا قارن الأرض والسماوات كلاهما بالكرسي الذي قال الله عنه في أعظم آية في القرآن: وسع كرسيه السماوات والأرض، وفي الحديث الذي في المسند حديث أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، في صحراء، خذ حديدة صغيرة وضعها في الصحراء وقارن بين الحديدة والصحراء الواسعة ماذا تكون هذه الحديدة في السماوات والأرض. في السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، بالنسبة للكرسي هذا شأنها كحلقة، حلقة صغيرة من حديد ألقيت في صحراء، أي شيء تكون الحديدة هذه.
ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والكرسي في العرش مثل ذلك، يعني حال الكرسي الذي وسع السماوات والأرض مع العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاه. أرجع قليل إلى الجبل، ماذا أصبح الجبل؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى قال للمتكبر: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الجبل هذا الذي يتطاول المتكبر ولن يبلغ الجبال طولا فيتكبر، لكن ماذا عن هذه المخلوقات العظيمة؟ فإذا وصلت إلى العرش في هذا التأمل تصل إلى ما يدلك على التعظيم لله، وأنه لا أعظم من الله ولا أكبر من الله. ولهذا قال العلماء: إن ذكر عظمة الكرسي وسعته في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض توطئة لإثبات عظمة الله الذي ختمت به الآية وهو العلي العظيم، توطئة لإثبات عظمة الله الذي ختمت به الآية حيث قال: وهو العلي العظيم. فالعظيم والكبير هذان اسمان يدلان على عظمة الرب وكبرياءه سبحانه وتعالى، وأنه لا أكبر منه، وهما أيضا من براهين وجوب توحيده والذل بين يديه والخضوع له جل في علاه. ولهذا كثير من آيات التوحيد ختمت بهذين الاسمين العلي والكبير، والعلي والكبير والعظيم، بل جاء اقتران العظيم مع العلي والكبير مع العلي، جاء اقترانهما في آيات من القرآن الكريم. الحاصل أن المعنى الأول من معاني الكبرياء والعظمة يرجع إلى جميع معاني صفات الله سبحانه وتعالى، فله تعالى العظمة والكبرياء الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما. النوع الثاني مترتب على الأول أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره سبحانه، غير العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فيستحق على العباد أن يعظموا بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته. وهذا يفيدك أمرا مهما في باب الأسماء والصفات، أن التفقه في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته له آثاره العظيمة من العبودية والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وأن العبد كلما كان بالله أعرف وبأسمائه وصفاته كان ذلك أقوى وأمكن في تعبده لله وخضوعه وذله له جل في علاه. نعم.